خلاص، ما دام الدكتور قالك تسيبك من موضوع الخلفه سيبك منه وركزي معاه شويه، يمكن يجي اليوم كده اللي يطلع لك صوت وتنطقي. يا اختي، وهو الخلفه اللي هتمنعه من الجواز يا خايبه؟ خايفه من وليها الحربايه اللي بره؟ مخافيش، دي حربايه عايزه تكوش على الدنيا واللي فيها، عايزه تجوز ابنها وتبسط ابنها وتخلف لابنها، واحنا نقعد نتشل هنا. ان شاء الله هتتصالح على عزرائيل وياخدها مننا ونخلص. يا بنت، هو انت عفشه قوي في موضوع الخلفه ده؟ لا، كلام الدكاتره يا خايبه بيجيب ورا، كلهم بيجيبوا ورا. بس انا عندي فكره غير موضوع الدكاتره. انت هتقولي لهم انك عايزه تروحي بكره الصبح للدكتور، وقال ايه عايزه تاخديني معاكي. طبعا هما هيستغرب، عارفين انك بتكرهيني وما بتطقنيش وتتمني لي. لا، انا اقول انت ما تعملي ليش كده. وبعدين لما انا هسمع منهم هقوم قافشه في الكلمه، وقال ايه بحبك وعايزه اروح معاكي للدكتور واطمن عليكي. هيقوموا برضو يستغربوا، وعارفين ان انا ما بطقكيش والحاجات الحلوه اللي احنا مخبيينها لبعض دي. الا الا ما تقوليليش انت مالك رايحه فين؟ هوديكي في حته هيخلوكي فيها حبله بين يوم وليله. بس بقول لك ايه، تعملي حسابك كده في كام الف جنيه، عشان في شويه حبايب لازم يترش عليهم. انت مالك؟ بكره هتعرفي، ويا خبر النهارده بفلوس. بكره الصبح هيبقى ببلاش. خدي خدي، طهري جوفك. جدع يا وزة. يعني ايه؟ يعني ايه تسافر من غير ما تقولي؟ انا عامله حسابي ان انت تكون معايا الليله. تصدق يا لؤي، انت عليك حركات مستفزه. يا ابني ما تخافش، ابويا طمني وقال لي ان هو حل كل حاجه. اقفل. سلام. براء النوح. ده شيء يسعدني يا معلم. انت راجل اللي يناسبك يتشرف بيك، وابنك زينة الشباب. يعني يقرا الفاتحة يا باشا. للأسف انت جيت متأخر شوية يا معلم. فريدة مخطوبة. مخطوبة؟ مخطوبة لمين يا باشا؟ تم يا حاجة. ايه ده كله يا خميس؟ تمن البضاعة الطاق تلاتة. بس البضاعة لسه ما اتصرفتش، وانت يا دوبك لسه مستلمها. انا اتفقت على تمن البضاعة وبعتها قبل ما استلمها، وخدت تمنها بالكامل، مش نص بقى ولا ربع. لا، وهو ده النظام الجديد، مكسب قبل خسارة. يعني ايه؟ مانيش فاهمة. يعني اللي عايز يشيل يشيل معانا المخاطرة ويخش بقلب جامد، واحنا ونصيبنا، انما هيدفع سعر اقل من اي حد. انما اللي عايز يصبر بقى لحد ما البضاعه تخش السوق وتتصبر وتبقى في الامان براحته برضه، انما هيدفع دبل دول. وانا لقيت اللي يشيل معانا، وادينا كسبنا وفلوسنا في حضننا. عشان كده لعبتها هزار مع النوح، عايز تغلوش على البضاعه المتباعه.
لكن علمت عليه. صحيح ابن ضاوية يا واد. كده بقى احنا هنقول للشعبي باي باي. باي باي. ونخش السوق ونرجع امجاد مزاج الخير. اوعى. يا واد. بسم الله يا رمان. بالهنا والشيف شلبي. امرني حاجه ساقعه للنجمه بسرعه. اعتبره حصل يا برنس. يلا يا بنات يلا بروفا مع بوسي على الاستيدج علشان انتوا كلكم في الرقصه بتحدفوا شمال. اظن كده احنا خالصين. انت كنت ضيف عندي في بيتي وانا دلوقتي ضيف عندك في محلي. بس انا اكرم منك ومش هقفل في وشك الباب. الباب اتقفل وصورتي اتشالت يا مالت. انا ماليش في الغصب وانت اللي اخترت. القصد انا جاي اسالك سؤال واحد قبل ما تسألي وتقولي أي حاجة. اشبك إيدي في إيدك كده وشبكة العشرة الكرام دول ومليك عليا حلفان. أنا زعلان منك. مش هنعيد ونزيد. أنا ما بقيتش أكل من الكلام ده. اسمع بس اللي أنا جاي أقوله لك. أمورين الباشا قال لي خميس إيه؟ حاجة الساقعة اللي متكتكة حصلت لنا البركة. بنريك يا ينفع كده؟ احنا حاسين ان احنا في دار مسنين. كلكم بتهدفوا شمال. الناس اللي قاعده على اليمين تعمل ايه؟ تروحوا؟ يا ماما الايقاع تناغم وتناسق مع بعض. بنقول ما بين نارين، لو نار واحده نخليها ناحيه الشمال، نارين يبقى شمال ويمين، من هنا من هنا كل الحاجات دي تتشد وتترفع. محل اكل عيش، شلبي امرني اظبط لي الزوايا، باب بين نارين يتذاكر كويس. حاضر حاضر من عيني. يا نعم يا حاج. شرابيه بتقول انك عايزين. قالوا لي انك هتاخدي كرامه للدكتور. غلبانه حاسبها يعني تروح للدكتور لوحدها. ومن امتى ينبوع الحنان ده يا شو؟ يا خرشي يا حاجه اقرب مش عاجب. ابعد تقولي عليا بالرويه. يا رب اعمل ايه يا رب بس عشان اخليها ترضى عني. ماشي يا شو روحوا بس ما تعوقوش. من عيني شو. نعم. خدي بالك من البيت. خلاص مش قادره دماغها تنفجر من كتر القرايه. الالم بيزيد في كتفي وفي ظهري ومفيش مسكن نافع. مالك يا بنتي تعبانه؟ هروح عند اهلك الدكتور وهخلي الممرضه تجيب لك مسكن. مسكن ايه ده؟ انا هديك اللي يخليكي حديد. يا ريت لحسن انا هموت وانام والوجع ما بينيمنيش طول الليل. طب استني بس اللي نقفل الباب كويس. ليه احتياطات امنيه؟ وانتي ناويه تديني ايه؟ مسكن والله. منى انا مش مرتاحه له. بنتي مسكن والله بس عشان هو رخيص وجامد منعينه عننا. خد انت كفايه عليكي نص حبايه بسرعه شويه قبل ما حد يشوفنا. اسمه ايه ده؟ خلصي هادي. كرامادول؟ ماليش مرضيش يريحني. غريبة اللي انا شفت في ايديها يعني لا دبلة ولا حزنون. وبعدين ازاي خطيبها يا حاج يسيبها في سهرة زي دي؟ خلصت الشاي يا معلم؟ تسلم بيديك. شيليه بالهنا والشفا. أنا بقول يعني إزاي خطيبها يسيبها في سهرة زي دي تترقص مع كل واحد شوية؟ يا عم اقعد بقى يا عم. بظبط لك الحجر يا حاج. هو شغلك أنت اقعد. وادي الحجر. بيت يا سوريا. نعم.
ما تيجي يا بنت تظبط الحجر يا بنت. من عيني. بس البيت يا حاج لوز اللوز. ايوه تفاحه مقشره. هتقولي انا قصدي على فريده، فريده بنت العمروتي. ما انا عارف يا عم انها فريده، فريده بنت العمروتي عارف. البنت دماغها عاليه يا حاج. ايوه ضريبه قراري. هي عاليه قوي قوي قوي. بس يعني لما انت واد جامد قوي وقاري دماغها مش قادر تميلها بكلمتين وتجيبها على لسانها. مش سهل، صعب قوي. بنتي دي بسبع ارواح ضربت مني السيجاره وقامت هاتك يا راس لغايه ما هدت حيل امي. انا حاسس ان الراجل ده بيلاعبني، بيرقصني عشان ياخدني مقص على سهمه. حلاوتك يا معلم في جو مين الشربيني ده اللي هيفصلني من السيجارتين اللي مصطبح بيهم. مش بقول لك انك هتفضل طول عمرك حمار؟ حمار حمار، سيبني اقوم بقى عشان عندي مصلحه. خليك مرزوع لغايه ما تشوف لنا صرفه. صرفه في ايه يا حاج؟ انت مش قلت انها خارج بيت؟ اه بس انا خايف يكون بيفكر في اللي في بالي. بالك؟ هو ايه اللي في بالك يا معلم؟ ما تيجي يا بنت يا سوري اظبط الحجر يا بنت. عندك يا معلم. الله اه الحجر عندي صح. اه سلامة الشوفة يا معلمة. يما سمعتي ايه؟ انتي على طول كده ملبشة جدتي يا ست مطر، ما لحقتش اسمع حاجة يوم ولا حاجة ولا طردتش كلام ولا أي كلمة؟ لا بس شكلي كده المعلم نوح منمر على حاجة بس لسه تايهة منه. بصي براءة في دنيا تانية طبعا بعد الاستباحة كان محتيط. حاجة ايه دي اللي منمر عليها؟ يكونش ناوي يجوزه صحيح؟ مش عارفة بس وانا ماشية سمعت كلمة مخطوبة خفت اقف لحد ما لم يشخط فيا. مخطوبة؟ هي مين دي اللي مخطوبة؟ والنبي ما اعرف، هو ده اللي سمعته. امال انت تعرفي ايه؟ قولي كانت كنيلة وانت مالكيش لازمة. كل ده ماليش لازمة. طيب سيبها تشيلك. وناش عرفني وانا مغسل وده من جنة؟ امال ليه قلت لي ان الجوازه الف بعد الشر مش حتم؟ احساسي ماي فيلينج. هتحاسبيني على الفيلينج يا رمانه؟ يا اخويا ما تعيش عيشه اهلك وتتكلم عدل، انا مش فاهمه حاجه. بقول لك ايه؟ خميس لو عرف اياته حاجه هقول له ان انت اللي غصبتني. مين قال غصب؟ انا قلت غصب؟ هو قال غصب؟ انت قلت غصب. يا ماما شغلانتنا دي ما فيهاش غصب. هز الوسط لازم يكون بالكيف، وهي دي عيشة أهلي. مالكش فيه، سيبني في حالي بقى أبوس إيدك. نفسي أعرف أنت عاملة حساب لأفندينا أوي كده ليه؟ هو يعني ما يعرفش بلاوي الكار وعيلة بالليل ولا يكونش خدك من على سجادة صلاة وأنا ما أعرفش؟ اشربي اشربي يا نجمة. يعني أنتوا مش ناويين تجيبوها البر؟ ما إحنا كنا على البر، وأنت اللي مديت رجلك في قلب الغريق، وأنا عملت إيه؟ جيت عايم لحد عندك ومعايا القشاية. لكن انت اتكبرتي ونفسيتك عليت ورفضت القشاية. ما تورق يا اخويا وتعمل لك قفله. جرى ايه؟ هو الكار ما فيهوش غيري ولا ايه؟ ما انت كبرت صوره صاحبتك وحطيتها على الواجهه وكل شله يشبه له. طلعنا انا بقى من نفوخك. بكيفي مش بكيفك يا برنسيسة. هابي درينك. هابي فالنتاين. دي مشي يا بنت، بلاش تبقي عامله زي الحرامي الاهبل. عيب كده احنا في الشارع، الناس عماله تبص علينا. انت مالك رايحين فين؟ هو انت مش ماشيه معايا؟ امشي ورايا وخلاص. يو يا بنت خايفه من ايه؟ هو انا خطفاكي؟ هو انت مش عايزه تجيبي عيال علشان تربطي الوليه اللي قاعده لك في البيت دي؟ خلاص انا مودياكي الوحده. خلاص تقول هتخليكي تجيبي عيال للصبح، بس لازم تقولي ان شاء الله. إن شاء الله. يلا بينا. نوفل نوفل. أيوة أستاذ، الجورنان والسندوتشات. قول لي شايف البيت ده؟ أه ماله؟ تعرف حد ساكن فيه؟ هنسيب شغلنا بقى ونتجسس على الخل. ما تبطل رغي ورد على قد سؤال. أه أعرف اللي فيه شقة شقة. طب هات شقة فول وقول لي على اللي فيه شقة شقة.
أول ما شفتها طالعة هي ومرات خاله العايقة دي عند الست بتاعت الدجل والشعوذة وبسم الله الرحمن الرحيم، جيت جري عشان أبلغك. أنت متأكد زياد إنها مراتها فندينة؟ يعني قطرتهم من تحت البيت لحد ما طلعوا عند الولاية دي؟ أيوه يا ست مطر. مراته ومرات خاله. أيوه، هما الاتنين شكلهم كده ولا مؤاخذة بعافية حبتين وطالعين يفكوا عن نفسهم. اسمع ياض، تعرف تجيب لي قرار الولاية دي؟ طبعاً نجيب قرارها، هي كيميا يعني. أنت قلت لي اسمها إيه؟ حنتومة. عن إيه؟ حنتومة. طب وانتو رنتا؟ ماشي. حنتومة. يا حلوة قوي. ومن ساعتها يا بنتي يا بيسة مش قادرة تلم على نفسي وما دقتش طعم النوم، مش عارفة أعمل إيه وأسوي إيه. انتي المرة اللي فاتت برضو يا قبلة كنتي مرعوبة كده، لقى فنجينا يعرف والحمد لله ما حصلش. المرة اللي فاتت كوم والمرة دي كوم تاني خالص. الاتنين يعرفوا بعض كويس، يعني خميس هيعرف هيعرف، وبدل ما بيحضر لي فرحي هيحضر لي كفن. والنبي يا قبلة أنا حاسة إن انتي بتهولي الأمور، والعمروتي ده إيه مصلحته في كل ده؟ ده راجل صاحب مزاج، لا ليه في الوش ولا في اللبش، ولو كان عايز يخربها عليكي كان خربها يوم الحفلة. المالت مفيش أوسخ منه، وعشان يشغلني لحسابه ممكن يعمل أي حاجة. وانت ليه يا اختي ما قلتيش لافنجينا بدل ما تروحي للمالتي يبيع ويشتري فيكي ابن الدايخه ده؟ استحاله يا بت، خميس ده لو عارف انا ممكن اموت نفسي. اصل انت مش عارفه اللي بيني وبينه، افنجينا ده دنيتي اللي انا متشعلقه بيها وقافشه في دلها العمر كله. انت بتتكلم عن مين بالظبط؟ خميس ابو سنه اللي عرفتك عليه. افتكرته بس ما ركزتش معاه. ماله بقى؟ ايه رايك فيه؟ وانا اعرفه منين عشان اقول لك رايي فيه؟ انا بقالي ساعه بكلمك عنه. بس ده كان في واحده في الحفله لازقه فيه، يعني ما كانش مركز مع حد غيرها. الله، ما انت مركزه، هو عارفه كل حاجه. انت عايز ايه بالظبط يا عمروتي؟ في دماغي مشروع، بروجكت، مصلحه. مشروع جواز تاني؟ يا حبيبتي اي جواز بيبقى مشروع. مش عايزك تفكري في الجواز بطريقه رومانسيه وتقليديه. أثبت لك إن الجواز مشروع. لو مفيش جواز، بتوع فساتين الفرح والبدل والبابيونات هيبيعوا لمين؟ بتوع العفش هيبيعوا لمين؟ بتوع الشقق والكومباوندز هيبيعوا لمين؟ بس بس بس. لا مش بس، لأن بعد كده بيخلفوا، فبتوع البزازات بيبيعوا لهم، وبتوع لبن الأطفال بيبيعوا لهم، وبتوع لعب الأطفال بيبيعوا لهم. ده المشروع الوحيد اللي حلال، لا غبار عليه. طول عمرك عندك رد يا عمروتي. شكل الحكايه لعبت في دماغك يا ست المطر. من غير لت وعجن جاوبي على السؤال. يا اختي براحه عليا شويه، انا باخد ودي معاكي في الكلام. يا اختي لا تاخدي ولا تدي. قوليلي الولايه اللي بتحكي عنها دي تعرفيها منين؟ انا الصراحه يعني ما اعرفهاش، بس في واحده حكت لي عليها قبل ما اجي اشتغل عندكم. يا بنت انطقي يا بنت اسمها ايه؟ والنبي ما اعرف اسمها ايه، بس انا يعني ممكن اتقص لك واجي اقول لك. ماشي اتقصي. اعرفي اسمها ايه وساكنه فين؟ مش بقولك الحكايه عجبتك ولعبت في نافوخك؟ خرب بيت دور خالتي اللتاته اللي انت عايشه فيه ده. يلا بنت امشي روحي شوفي شغل. يوه، وانا بعمل كل ده ليه؟ مش عشان خاطر مصلحتك؟ انا عايزه اريحك. يا سفله يا واطيه، مش يا بنت غوري. ام سفله قالي، وفي احلى منها؟ شكلها قربت قوي وهيحصل. انت جيتي؟ كنت لسه هكلمك.
واقفه بقيت مستنيه من بدري. طب يلا جاهز؟ اركني عربيتك دي في اي حته وتعالي اركبي معايا. لا استنى، العيال قاعدين على النار ما تبعدش بيا، وبعدين انا خلاص دماغي فصلت. ما تخافيش، يكون في معلومك انا بقالي سنين ما عملتش الحكايه دي. ايه دي؟ ان يعني قديل لحد، بس يلا كله يهون عشان خاطر عيونك انت قمر. فاكس قوي يا معلم براءة الجو ده. معلم ايه؟ براءة. براءة؟ عسل قوي براءة دي. طب حس كده بقى. يا يا كبي. يلا. ياي. خش يا حبيبتي. اوعي تقعي مني هنا كمان. احنا كنا فين؟ احنا كنا عند الدكتور. اوعي تنسي. خير؟ مالها ست كرامة كفر لها الشر؟ مالها يا وليه؟ ما هي كويسة اهي. وقعت مني في الشارع واحنا رايحين للدكتور، اداها حقنة وقال انها لازم ترتاح شوية. كل ده عند الدكتور؟ ما هي لما وقعت عند الدكتور اضطر يحط لها جلوكوز. جلو ايه؟ جلوكوز؟ طب والختمة الشريفة ان هو ده اللي حصل بالظبط. وقال لكم ايه الدكتور بقى من الصبح لغاية بالليل؟ قال ان هي لازم ترتاح شوية وتاخد الدواء وقرط على انها ترتاح. طب يا اختي خديها الاوضه عشان ترتاح. حاضر. ايدك معايا يلا يا شربيه. يا عيني على اللي نابك، يا عيني على اللي نابك. هاتي ايدك يا حبيبتي. يا لهوي ده جدتها متلجه. وطي صوتك، انت عايزاها تفتح لنا المحكمه هنا؟ وطي صوتها، هي معقوله تكون واحد من نفسها كده؟ انت مال اهلك؟ يعني ايه مال اهلي؟ هي متلزقه يعني؟ خشي خش. دخلت اهو. مصر يعني تعزمني على واحد كوكتيل شعبي من بتوعك برضه؟ مش مريحني انت النهارده يا باشا. الله ليه؟ مش دي الخلطه بتاعتك؟ واحد كوكتيل شعبي على حجرين وبعدين تيجي ام ساميه تروق الاناني. هي الخلطه اللي انا عملتها هي اللي انا علمتها لك دي. اضرب يا باشا اضرب وعيني. على فكره انا في كل ده لقيت حاجه تخصك. ايه يا باشا اللي يخصني؟ في اوضه شبه الاوض اللي عند ام ساميه، وسرير يشبه السراير اللي هناك، وليله تشبه الليله دي. رمانه خانتك يا خميس. كلام ايه يا باشا اللي انت بتقوله ده؟ خانتك معايا. معاك يعني ايه؟ بس هي ما كنتش اعرفك، هي اللي كانت تعرفك. بس بعد ما عرفتك ما يصحش ما اقولكش، وخصوصا لما جالي خبر ان انت عايز تتجوزها. تتجوزها ليه لما هي من ابو بلاش؟